إذن كما أن نقص المياه مضر بالصحة، فإن كثرتها قد تكون فتاكة. يقول العلم إن سمية المياه تحدث حين دخول كميات مياه كبيرة للجسم. الأمر هذا يصعب على الكلى عملية تصريف المياه الزائدة في الوقت المناسب، بمعنى أن طاقتها الاستيعابية للعملية تتوقف تماماً. هذا التعطل ينتقل بشكل ما إلى وظائف المخ، حيث تزيد كمية المياه في الدم ليصاب الإنسان بأعراض مثل الغثيان ونقص التركيز والتشويش في الرؤية ودوخة وتبول بكثرة. كل ذلك يعرف بنقص الصوديوم في الدم، وهو الأمر الخطير الذي قد ينتج عنه تورم مرعب في خلايا الدماغ وقد يؤدي إلى الوفاة. عموما يقول الأطباء اشرب حاجتك من المياه، وقسم أوقات الشرب على طول اليوم لدفعات مناسبة، وحاول أن تشرب وأنت جالس، فهو أفضل للصحة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.